الهادي المتواضع، ما بيتكلمش عن نفسه على الإطلاق. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك عارف السكة ولا أشغل جي بي إس؟ يا ابني مفيش حاجة، أنا عارف كل حاجة، مفيش حاجة أنا مش عارفها. كل طريق في مصر أنا عارفه. جي بي إس إيه بتاعكم بتاع اليومين دول؟ طب حضرتك خش كده لو سمحت. لا أنا ما بخش كده، أنا بخش كده أهي سهلة. ما بس دي قديمة اتهرست كتير. اتهرست يا ابني؟ أنا سواق محترف. أنا تقول لي يا ابني سواق محترف جدا. أنا ياما سوقت في البرتغال وياما سوقت في باليرمو وياما سوقت ده أنا يا رب نوصل روسيا عشان غير كده. ارحمنا يا رب. في الملعب الكلام سليم، لكن في السواقة يخسرك التقييم. خليك مع أوبر، مشوارك هيبقى في الكون. أوبر عاملة مناطق تشجيع لمصر في القاهرة واسكندرية، نورونا في الأرينة والفرجة والتوصيلة علينا. يا عم مجدي، مين اللعيب بقى اللي في المنتخب اللي فيه ريحه مجدي عبد الغني؟ اللعيب اللي في المنتخب فيه ريحه مجدي عبد الغني؟ اه يعني الى حد ما. اسمه ايه بتاع الزمالك ده اللي هو اسمه ايه؟ ما عارف. الواد بتاع الزمالك اللي في طارق حامد. طارق حامد الى أوكي. حد ما مش يعني الى حد ما اوكي. طب ومين اللاعب اللي في مصر اللي نفسك يجيب جون في كاس العالم؟ انا نفسي ما حدش يجيب جون في كاس العالم. امال مين هيجيب؟ لازم حد يجيب عشان نكسب. ممكن عشان انا بحبه يعني محمد صلاح او رمضان صبحي. او رمضان صبحي اوكي. طيب لو مصر جابت جون في كاس العالم هتعمل ايه؟ هقول للناس اوعوا الجون اللي جه في كاس العالم وناسيكوا الجون بتاع مجدي عبد الغني. يا ولا